من ضمنها ذكريات في المدرسة. أنا كنت في مدرسة حكومية اسمها مدرسة الأرمان الثانوية الإعدادية النموذجية والثانوية النموذجية. أنا فضلت أرمان من يوم دخلت الروضة لحد ما خلصت ثانوية عامة. مدرسة حكومية. هحكي لكم قصة جميلة جدا حصلت، تعرفوا كان زمان التعليم في مصر شكله إيه؟ زمان التعليم في مصر، أولا الأرمان دي كانت أقوى من أقوى مدرسة دلوقتي أجنبية. قوية جدا، طلعت جميع أوائل مصر. كانت الإبراهيمية والأرمان والنقراشي والسعدية، كانوا هم دول مدارس اللي إيه بتطلع ناس أقوية جدا جدا. ما كانش في حاجة اسمها مدرسة خاصة أيامين، ما كانش في حاجة كده اسمها. كان الولد اللي مش كويس اللي ما بيذاكرش هيخش مدرسة خاصة، بعكس دلوقتي. ليه؟ يعلم الله. بقى دي مسألة نسيبها للمختصين. إنما الحكاية اللي هحكيها حصلت في مدرسة الأرمان الثانوية النموذجية اللي في أول شارع البطل أحمد عبد العزيز، ثم الثانوي بتاعها في عند جنينة الأرمان. وأنا بفتخر وأعتز جدا إني خريج الأرمان. تمام؟ كنا بنتغدى في المدرسة. كنا بنتغدى في المدرسة. بعد الحصة الخامسة فسحة كبيرة دي غدا، ونطلع الحصة الستة والسبعة. فيوم دخلنا المطعم لقينا ورق ملفوف، فتحنا لقينا كباب، كفتيتين ورشتين ورغيف وطحينة وكلنا، واخدنا الحصة الستة والسبعة وروحت. فطبعا انا ما بسكتش خالص، اي حاجة لازم ابويا وامي يعرفوا، اي حاجة حصلت. فانا بحكي لابويا بقول له حصل كذا وكذا وكذا وكلنا كباب وبتاع. فابويا سكت خالص، لكن جواه ما سكتش. تاني يوم راح المدرسه ودخل للناظر، قال له نظام الكباب ده مستمر ولا ده ايه اللي حصل؟ تخيلوا، بصوا، قال له يا احمد بيه، انا مسؤول ادبيا ابنك يروح متغدي. أنا مسؤول أدبيا ابنك يروح متغدي. تمام؟ والفرن اتحرق ومعرفناش نطبخ، فجبت لهم الكباب. قال له منين؟ قال له من جيبي. المهم أنا فاكر الرقم كويس جدا جدا برضه، لرقم يضحك هيضحكنا دلوقتي. تخيلوا مدرسة بتاكل 412 جنيه كباب، مدرسة احنا مثلا بنحقق 400 500 تلميذ، بناكل ب 411 جنيه كباب. فابويا سكت ونزل، كان صديقه وزير التربيه والتعليم، كان ساكن قدامنا في البطل احمد عبد العزيز اللي هو دلوقتي زحمه جدا، كان زمان فاضي جدا. فراح الوزير وحكى له القصه. قال له احمد بيه خليك مكانك، اطلبوا لي الناظر. طلبوا الناظر على بال ما جه، كان فات نص ساعه او ثلاث ربع ساعه، جه لقى شيكين، شيك ب 412 جنيه اللي صرفهم و 412 جنيه مكافأة لهذا الناظر اللي عز عليه ان انا ارجع بيتي مش متغدي، لانه هو ادبيا المفروض اروح متغدي. شفتوا مدارس زمان؟ ادي مدرسة زمان وادي ناظر زمان. طب ولا حد يجبره، الفرن اتحرق وتطلع في صفحة الحوادث، حريق في فرن مدرسة الأرمان. إنما ما عملش كده، اتصرف بما أملأ عليه ضميره وحياؤه وأخلاقه. يا ريت نرجع كده تاني، يا ريت نكمل ذكرياتنا بس بعد الفاصل.